فريق نادي العين مستضيف هذه البطولة في حراسة المرمى عبد الله سلطان، هناك عبد العزيز فايز واسماعيل احمد وفارس جمعه، خالد عبد الرحمن رادوي، وايضا احمد عبد الله الشامسي وهداف عبد الله وكوكو وسمو. خلال بطوله اسيا للانديه هو من غادر ارضيه الملعب، غادر ارضيه الملعب وصبر وغادر الملعب تماما. الان محاوله اماميه بشكل حلو، القحطاني استلام، يا سلام، استلام بشكل حلو على صدره، ولكن ايضا المدافع ابعدها الى خارج ارضيه. شايف هنا الاستلام، الاستلام جيد نعم، ولكن المدافع ايضا القادم من الخلف علي الوهيبي من جديد، الان القحطاني هيئها خطره تسديده ولكن الى خارج ارضيه الملعب، خارج. هداف عبد الله، هداف عبد الله اللاعب رقم 31 واضح بالصوره، لاحب ما في شيء تماما. هي والفريق العماني فإنها في بطولة رأسية وإلى خارج أرضية الملعب. ياسر القحطاني خطفها بشكل جميل بالفعل، القناص ياسر، لاحظ شايف هنا سالم عبد الله بشكل حلو والرأسية، ولكن هنا لابد أيضا لابد أن نشيد بحارس فريق السويق العماني اللي بالفعل يتألق بشكل كبير. شايف هنا الكرة الماضية، هنا الكرة الماضية والرأسية أيضا اللي مرت. لدينا كرة في تنقلات من نادي لنادي يكتسب خبرة أكبر، كرة جديد رادوي، هنا ياسر القحطاني محاولة الآن وسهلة لحارس، الله يكون في عونهم حقيقة الرطوبة. تمريرة بشكل حلو سالم عبد الله لياسر القحطاني، تمريرة بينية ولكن تتخلص الكرة، القحطاني بشكل حلو يمررها الآن لعلي الوهيبي لياسر القحطاني، محاولة قائمة والطول إلى خارج أرضية الملعب. فايز ياسر القحطاني استلام تحت ضغط بشكل جيد ثم تقدم وتمرير بالكعب، ولكن أيضا المدافع يقرأها بشكل، كرة تعود من جديد تصل لياسر القحطاني، تمريرة سالم عبد الله خلفية بشكل جيد، هنا محاولة الآن تعود من جديد، تمريرة القحطاني داخل منطقة الجزاء، ياسر يحاول يمر، ركلة جزاء، ركلة جزاء للعين الآن. لاحظ هذه الأولى، هذه الأولى وهنا أيضا الثانية والدفع باتجاه ياسر القحطاني. التطورات التي من شأنها وضعها أيضا، كرة تعود من جديد الآن، محاولة قائمة داخل منطقة